السلام عليكم أخواتي، أدعوكم لحضور بث مباشر يكون خاص بالأسئلة والأجوبة عن استفساراتكم. نتمنى تكونوا حاضرين وتتفاعلوا مع البث اللي غادي يكون على الساعة 7:30 مساء إن شاء الله. ما بقى لي غير نقولكم أمسية سعيدة ودمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى إن شاء الله، وما تنساوش الموعد إن شاء الله.